عايزين نرسم شبكة بسيطة جدا، واحنا معانا خلفية هنا نرسم عليها ونفترض. يعني انا بحب اشتغل بالتول دي اسهل من ان انا اروح اجيب كل حاجة. ليه؟ لان هي خلاص تول واحدة مفتوحة معايا وانا عمال اتحكم. يعني انا بضغط هنا كده ارسم منهو، رحت رسمت المنهو اللي بعده تاني، رسمت التالت، انا شغال عادي ماشي في الشارع بتاعي وعمال ارسم الرابع وهكذا. جيت بقى خلصت الشبكة بتاعتي، كليك يمين على طول، ما اقعدش ان انا اخرج من الامر وارجع ادخل عليه تاني، لا كليك يمين هاجي هنا الاقي ايه؟ الاقي الاوت فول بتاعي. فين الاوت فول؟ اهو اخر حاجه تحتي اوت فول، واروح راسم كده. قال لي او 1 طبعا، طبعا ده اول اوت فول ارسمه معاكم دلوقتي، فطبيعي جدا ان هو يقول لي ايه 1. طبعا عايز اخرج اسكيب وبعد كده اسكيب تاني اخرج من الامر كله، تمام كده. يبقى لو انا عايز اخرج من الامر اسكيب مرتين. لو انا عايز بقى ارسم عن طريق الاوتوكاد، ببدأ ان انا اروح على الاوتوكاد وارسم عادي جدا، ارسم بولي لاين او لاين. طبعا بعض الناس برضو بيتلخبطوا في الحتة دي، وانتم ممكن تتلخبطوا في الحتة دي. انا هرسم، خلينا نفتح برضو برنامج ونجرب. انا هرسم، انا عندي برنامج اسمه جي ستار كده، هو شبه الاوتوكاد مفيش مشكلة، ممكن تشتغل على الاوتوكاد عادي جدا مفيش مشكلة. انا هرسم لاين ولا بولي لاين؟ كتير قوي يقول لك لا ارسم لاين، وكتير قوي يقول لك لا ارسم بولي لاين. انا بقول لك مش هتفرق في برنامج السيور جيمس هنا لاين ولا بولي لاين، بس بشرط انك تكون فاهم انت بتقف فين. بمعنى ان انا دلوقتي عندي البدايه، انا ضغطت في البدايه كلاين او بولي لاين وبعد كده النهايه. لو انا ما خرجتش من البولي لاين، امر البولي لاين، وفضلت شغال، دي كلها بيعتبرها بندات. يعني لما تيجي تصدر البولي لاين لو انت ما خرجتش من الامر، خلينا نرسم كده، ده البرنامج اهو معايا، خلينا نرسم لاين. انا برسم اللاين اهو، دي البدايه، بدايه المنهج، وده منهو عندي. طردت ان هنا منهو، جيت رحت جاي واقف هنا كمان منهو، ورحت قايل ان هنا كمان منهو، دي كلها افتراضات مني، وهنا منهو، وخرجت من الامر. بص كده لما تيجي تعلم، دي ماسوره فعلا، بدايتها منهو واخرها منهو، دي هتبقى ماسوره صح، ودي ماسوره ودي ماسوره. يبقى انا بفضل في السيور جيمس ان انا اشتغل لاين مش بولي لاين، مع ان الاثنين واحد، بس عشان انا ما خرجتش من الامر. تعالى كده للبولي لاين، لو انا هرسم بولي لاين، بص نفس الرسم اهو، وجيت خرجت من الامر. بص علم كده، علم لي على البولي لاين كامل. تيجي بقى انت تصدر البولي لاين ده في برنامج السيور جيمس، هيفهم ان هنا كده منهول في الحته دي، وهنا كده منهول. امال فين المنهولز اللي في النص؟ لا ده اعتبرها بندات اكواع، وطبعا ما فيش عندنا اكواع في الصرف الصحي، فده غلط، انا مش بحب كده. طب لو انا عايز اشتغل بولي لاين، هضطر اعمل الاتي، ارسم كده بالضبط. واضغط مسطره، وارجع اضغط مسطره تاني واعمل كده مسطره، وهقعد اوجع في قلبي بقى. فانا دايما بفضل انك تشتغل لاين في حاله السيور جيمس، وتشتغل بولي لاين في حاله الميه. ليه؟ لان الميه عندي كويه عادي جدا، الميه عندي بندات، فممكن ان انا اشتغل في برنامج الوتر جيمس ايه بولي لاين، بحيث ان انا لو عندي ماسوره طولها حتى 200 متر ارسمها 200 متر براحتي من غير ما اخرج من الامر وارجع ايه ادخل عليه تاني، سهل جدا. انما لو رسمتها لاين، لو هي ماسوره ميه، اعمل لهم الجوين او ادخلهم بقى ويعملوا لي جانكشن، يعني ممكن يعملوا لي مثلا 100 جانكشن، فهتبقى مشكله كبيره جدا بالنسبه لي. واضحه دي يا شباب؟ واضحة واضحة. طيب كويس جدا. تمام يا باشمهندس. طيب لو انا عايز بقى يعني استورد الجزء ده كده، لو عايز استورد الملف اللي انا رسمته، خلينا نستورد الملف ده، تعالى كده نستورد. انا دلوقتي هحفظه، بس احفظه بامتداد ايه؟ احفظه بامتداد دي اكس اف، لان البرنامج مش بيقرا دي دبليو جي. فانا هاجي مثلا كده على الديسكتوب، وهاجي اختار الدي اكس اف مثلا 2010 لونج 1، اقول له سيف، واقفل البرنامج. لازم اقفل الدي اكس اف ده، خلي بالكوا يا شباب. هو انا بيقول لي عايز تسيبه على الاوتوكاد، اقول له لا مش عايز.